انا بس عايز اشير لحاجه مهمه جدا. الجامعات بدات تنزل الجداول بتاعه الامتحانات. انتوا عارفين الاجراء اللي كانت وزاره التعليم ووزاره التربيه والتعليم عملوه، قال لك انه احنا هناخد الاجازه، اجازه السنه، وبعدين نعمل امتحانات الترم الاول او النصف الاول من العام بعد الامتحانات. كانت الذروه شغاله والاصابات كتير، فهم كانوا بيدوا لنفسهم نفس شويه بحيث انه الامور تهدى. الحمد لله الامور رايحه للهدوء، فعملوا نزلوا الجداول بادئين. واعتقد انا بقولش معلومه انه المدارس برضو هتروح، الولاد هيروحوا للامتحانات. كانت طلعت اشاعه وقالوا ان هيبقى فيه امتحان واحد في مايو تقييم للعام كله، لكن دكتور طارق شوقي نفى تماما هذا الامر. طيب انا عايز اتكلم في ايه؟ دلوقتي الولاد الصغيرين اللي هم التلامذه بتوع المدارس وحتى بتوع الجامعه قعدوا فتره طويله جدا في البيوت، رقدوا يعني زي ما بنقول. انت دلوقتي مرجعينهم المدارس والامتحانات وبتاع، هل احنا محتاجين تاهيل نفسي للولاد وتعامل نفسي معين معاهم وهم راجعين؟ وارجو ان الناس لا تستهين بده، يعني الناس ما تستهترش بالحكايه، لانه الولاد قعدوا واستريحوا على كده، روحوش مدارس، ما بيقابلوش اصحابهم، ما بيخرجوش، وقت طويل جدا قاعدين في البيوت. القعده دي عملت عندهم مود. فهل احنا ناس بتوع الطب النفسي يقولوا لنا، يجاوبوا لنا على هذا السؤال عشان الاهالي بس تعرف، لان انت ممكن تلاقي الولاد ايه، مزمزقه مش عاوزين ينزلوا، طب احنا هنروح يبقى لسه في خطر، طب احنا مش عارف ايه، وتلاقي في بيوت بتقابلها مشاكل كتيره جدا في هذا الموضوع. فازاي نتعامل مع الولاد؟ انا شايف انه التعامل يبقى برفق شديد جدا وبتفاهم شديد جدا، لانه خلي بالكم احنا كلنا في ظرف نفسي غير طبيعي واداء غير طبيعي. احنا عايشين حياه غير طبيعيه، مش الحياه اللي احنا عشناها زمان. انت طريقه السلام اتغيرت، طريقه اللقاء اتغيرت، محدش زي الاول تاني. فانا اتمنى انه الاهالي يرفقوا بولادهم، يتفاهموا. وعلى فكره مفيش مانع ابدا انك تلجا الى متخصص نفسي تساله. يعني الناس لو انت عندك مشكله في ابنك او بنتك مثلا في حكايه الرجوع للمدرسه دي او الانتظام او الاخر، ما بكبرش الحكايه بس انا بقول لحضراتكم واقع، لو في مشكله ارجع حضرتك لمتخصص نفسي ممكن يفيدك ويقول لك. طب احنا اهو هنلجا ليه؟ الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. يا دكتور. أنا دكتور محمد. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ انا كنت بتكلم على انه الولاد في الفتره الطويله اللي قعدوها في من المدرسه ومن الجامعه وراجعين هم للامتحانات والانتظام مره اخرى والنزول يعني، وقلت انه في بعض الولاد ممكن يكون بقى في مود نفسي ان هم خلاص مش عاوزين ينزلوا او الى اخره، ولو حد من الاهالي لقى المشكله دي يلجا الى متخصص نفسي يرشده. هل الولاد محتاجين تاهيلهم نفسيا، التعامل معاهم بشكل نفسي معين؟ اشوف اي وظيفه جسديه او نفسيه حين تتوقف لفتره او تهدا او تسترخي في حين يعني الرغبه في معاوده هذه الوظيفه لابد من التدرج والتسخين، ما نسميه التسخين. زي في ملاعب الكوره كده، مفيش لاعب كوره بينزل في المباراه من غير ما يسخن على اللاين بره شويه، وبنبقى كلنا شايفينه هو قاعد يسخن عشان يقدر ينزل ويمارس اللعب بشكل جيد. ده قانون بيولوجي وقانون نفسي. فالطلاب سواء كانوا صغار او كبار بيبقوا محتاجين لشويه حاجات كده في التسخين ده. اول حاجه انه يعني المواعيد النوم واليقظه والحاجات دي كلها بتبقى اتلخبطت في فترات الاجازه. الناس بتنام متاخر وبتصحى متاخر ومفيش اي يعني نظام في المواعيد والحاجات دي كلها. فهنرجع بقى لمواعيد منتظمه، سواء كانت الدراسه هتبقى في المدارس او هتبقى اونلاين، لكن في الاخر احنا محتاجين مواعيد منتظمه. فيبداوا الاسر شويه يعني ينظموا مواعيد النوم. النوم للطلاب او للاطفال بحيث ان هم يتعودوا يناموا بدري وبرضه يصحوا بدري. يبداوا كمان ان هم يفتحوا معاهم المقرر بتاع
النص السنه الثاني او الترم الثاني يفتحوا كده الفهرس والكتب ويشوفوا بقى المواد اللي هندرسها ايه، كاننا بنتصفح كده وبنتسلى وبس بشكل خفيف وبشكل لطيف، ما يكونش فيه عبء على الطفل او على الطالب. فيبقى هو ايه كانه بيشوف كده يعني يستعرض النشاط في النص السنه الثاني. حاجه ثانيه مهمه وهي انه نبدا ان احنا نقعد مع 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 الطلاب دول سواء كانوا اطفال او اكبر شويه، ونحدد بقى الاهداف والخطه بتاعه الترم الثاني من السنه. الترم الثاني ده المفروض ان هو الجزء الاخير من السنه الدراسيه، فبنبقى عايزين نجيب فيه درجات كويس، فنحدد الاهداف بقى هنجيب الدرجات كويسه ازاي، طب احنا اقوياء في ايه، طب احنا ضعاف في ايه، طب احنا نحتاج مساعده في ايه. فنقعد كده ونتكلم مع اولادنا لانه ده بيعودهم على التخطيط وعلى التجهيز والاستعداد، ويخليهم عندهم درجه من النضج حتى ولو هم لسه اطفال صغيرين. برضو بنتكلم معاهم في الاستفاده من الدروس من الترم الاولاني او حتى من السنوات اللي فاتت، الحاجات اللي كنا بنحقق فيها انجازات كويسه حققناها ازاي، والحاجات اللي فشلنا فيها، ونعودهم على احترام الفشل. يعني لو كان حد فيهم يعني كانت درجاته قليله او حتى رفض بعض المواد، نعرفه ان ده يعني محتمل، وان ده وضع قائم في الحياه، انه احنا ممكن يعني نخفق في بعض الاشياء لكن نستعد ونعمل حاجه تانية كويسه. اشاعه روح بقى من التفاؤل. حضرتك كنت بتتكلم من شويه على الاشاعه اللي خلت الناس بقت في رعب. بتاعت نبادي. اشاعه يعني حجمها لا يستحق ابدا هذا الامر، ولم تصرح بها منظمه الصحه العالميه، ولم تتحدث عنها وزارات الصحه، انما هي اقرب الاشاعه. واعتقد انه الجارديان اذا كانت نشرتها فيعني كبرت في الموضوع وكان فيها نوع من الاثاره الصحفيه. هذه الاخبار الكاذبه او الاشاعات بتفت في الروح المعنويه للطلاب. فلو يعني احنا بنجهز ولادنا علشان يرجعوا للدراسه، نشيع روح من التفاؤل. التفاؤل الواقعي يعني. بالظبط، مش الخيالي. يعني محتاجين يعني محاذير ومحتاجين اجراءات. طب احنا في يا دكتور في 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 حته كده عند الاهالي فنيه شويه او يعني خاصه شويه، اللي هو الولاد عندهم لخبطه، انا داخل امتحن في مواد الترم الاول وبعدين هكمل على طول الترم الثاني، يعني اللي هو فكره ايه زي ما بيقولوا كده، الولاد كانوا اصلا متعودين ان هو بيمتحن الترم الاول وياخد اجازه وبعدين يروح للترم الثاني يبدا يسخن كده شويه بشويه. لا، هو داخل النهارده يخلص امتحانات ويكمل، فازاي برضو يتعاملوا مع هذا الموضوع؟ على فكره من ضمن المهارات اللي المفروض الانسان يتعلمها سواء صغير او كبير، اللي هو التعامل مع الظروف المتغيره ومع الازمات نبقى مرنين يعني. بالظبط كده. يعني انا اذكر انه وانا في ثانويه عامه كان حصلت حرب 73، ويعني ما قدرناش نروح المدارس تقريبا النص الاولاني من السنه، ورحنا بقى النص الثاني من السنه. فهنا بيبدو يعني احنا بينا سنين كتير قوي يا دكتور. انا اتولدت في 73. يعني انت كنت ثانويه 73؟ انا انا عجوز يا دكتور. لا لا لا، ربنا يديك الصحه والعمر. لا انت يعني، لكن انا قلت بس ايه لما جت 73 فانا قلت الله، ده انا اتولدت سنه 73. اتفضل. لكن الحمد لله الـ يعني قدرنا في الظروف اللي زي دي كده ان احنا نتحمل. دي ظروف طبعا اضطراريه، لكن الحمد لله يعني عدينا ودخلنا وحققنا مجاميع كويسه في هذه الظروف. فبرضه نعود ولادنا انه في ظروف بعينها زي كورونا دلوقتي يعني يتقبلوا، يبقوا اكثر مرونه. يبقوا اكثر مرونه، ودي بنسميها المرونه العقليه. ودي على فكره مهاره مهمه جدا عند الانسان ولازم يتعلمها. صحيح. انه يقدر يتاقلم مع الظروف المتغيره، ما يبقاش بس ان هو قادر يتعايش مع الحاجات الثابته وتبقى الحاجات زي كده ايه انماط
ثابته جامده. متكلفه جامده جامده، تبقى حاجه جامده لا كده. فده كويس على فكره انك تعلمه ان في ظروف ما ممكن يتغير مواعيد الامتحانات، وان احنا نقدر نتكيف مع هذه الظروف. صحيح صحيح. بشكر حضرتك جدا الاستاذ الدكتور محمد المهدي، استاذ طب نفسي في جامعه الازهر، لانه زي ما بقول لحضرتك مساله مش بسيطه، لا محتاجين نبقى يعني بنتفاهم، بنبقى اكثر مرونه، بنعرف ايه الحكايه اللي احنا مقدمين عليها، وربنا يوفق ولادنا جميعا في الدراسه ان شاء الله. طيب.